يا مساء الفل على حضراتكم، ومن صاله التحرير اليوم السابع. وزي ما عودناكم كل اخبار الرياضه على مدار اليوم هتكون معانا، تابعونا اول باول في لايفات وبث مباشر على تلفزيون اليوم السابع. طيب، احمد فتوح نجم نادي الزمالك، واللي طبعا بيتعرض لازمه كبيره جدا بعد القضيه اللي احنا كلنا يمكن تابعناها، وان هو يعني لو هنحكي القصه بشكل مبسط جدا، هو كان خارج من القرى في الساحل وسوق على سرعة جنونية، خبط شخص موته، وطبعا اكتشف بعد ذلك ان هو كان تحت تأثير مخدر، وكمان السرعة كانت كبيرة جدا، معدي تقريبا 200. ده يمكن لو قلنا الموضوع من اوله، اما بقى من اخره فأحمد فتوح موجود في نادي الزمالك اليوم، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لأحمد فتوح لاعب نادي الزمالك في مقر النادي بعد أزمته الأخيرة. أعضاء نادي الزمالك راحوا لأحمد فتوح وقعدوا يعني يتكلموا معاه ويواسوه، وكانوا فرحانين جدا برجوعه، وطبعا وجوده داخل مقر النادي زي الصورة اللي معروضة لحضراتكم أهو النهاردة، يعني نرجع بيها تاني، نرجع بيها تاني عاصي عشان الناس تشوفها. الصورة هو وجوده طبعا في النادي، الناس طبعا زي ما احنا شايفين بتلتقط، او هنشوف دلوقتي بتلتقط الصورة مع فتوح فرحا برجوعه. ولكن خلينا يعني نقول كده، اهي الصورة اهي تاني، خلينا اقول لكم انه مسؤولين النادي اعضاء مجلس الادارة يعني ما حبوش قوي يخشوا في هذه او في هذا المشهد، فما كانوش موجودين وما تصوروش معاه، او ما فيش اي مظهر من مظاهر الترحاب فتوح، نظرا انه لسه شخص متهم الحقيقه، ولسه ما يعني ما فيش حكم نهائي صحيح بحقه. ولكن يعني هم اكيد فضلوا عدم ظهورهم في الصوره اكتر. فتوح راح لغرفه الملابس وطبعا استعد عشان يخوض مران الفريق الجماعي، واستقبلوا زملائه بالاحضان، وطبعا هو بدلهم نفس الشعور. البرتغالي جوزيه جوماز المدير الفني لنادي الزمالك تواصل مع احمد فتوح وطلبه بالانتظام في التدريبات الجماعيه النهارده من اجل تجهيزه نفسيا ومعنويا بسبب الظروف الصعبه اللي تعرض ليها خلال الفتره الماضيه زي ما قلت لكم. وزمايلنا وحبايبنا في اليوم السابع وفي قسم الرياضه في اليوم السابع كانوا طبعا نشروا هذه الصوره او هذه الصوره تحديدا، واكد مصدر لليوم السابع ان جوميز رفض فكره عدم نزول احمد فتوح للتدريبات بعد التشاور مع الجهاز المعاون، خاصه ان جلوسه في البيت من الممكن ان يؤثر على حالته النفسيه والمعنويه. لذلك استقر المدرب على عوده اللاعب للمران من اجل الدخول سريعا في اجواء الفريق. ده على عهده طبعا زمايلنا في اليوم السابع. كانت بقى محكمة جنايات مطروح أو آخر تطورات الأزمة، محكمة جنايات مطروح وتحديدا في الدائرة الثانية جنايات برئاسة المستشار أمجد السيد عوض رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار بركات عبد الحليم والمستشار محمد عبد السميع العشمامي والمستشار عبد الجليل محمد حماد وسكرتير المحكمة حسن عمر، قررت تأجيل محاكمة المتهم أحمد فتوح لاعب الزمالك لجلسة 22 أكتوبر وإخلاء سبيله بضمان مالي 50,000 جنيه. ده طبعا يعني لو اتكلمنا عن آخر تطورات فتوح، وكل الناس متابعة هذه القضية، والحقيقة أن كل محبي كرة القدم في مصر ومتابعي كرة القدم في مصر، ناس الكرويين يعني بعيدا عن الأهلي والزمالك، أزمة فتوح كبيرة، والحقيقة بندعي للمتوفي أنه يصبر أهله الأول ويرحمه ويغفر له، وندعي ايضا لفتوح ب يعني ان هو يخرج من هذه المحنه. طيب، لو احنا لسه متواصلين لسه مع حضراتكم عن الزمالك، ولسه بنتكلم عن الزمالك وانتظام الفلسطيني عمر فرج مهاجم الفريق في التدريبات الجماعيه اللي هي اقيمت اليوم في ملعب النادي، تعد هذه هي المشاركه الاولى للفلسطيني عمر فرج بعد اعلان النادي عن انضمامه خلال الأيام الماضية من فريق آيك السويدي لمدة 4 مواسم لتدعيم صفوف الفريق الأول، وطبعا هيكون موجود في مع الفريق من بداية من الموسم إن شاء الله المقبل. وخاض عمر فرج التدريبات التأهيلية والبدنية بجانب الفقرة الخططية برفقة زملائه بالفريق
خلال ميران اليو. الزمالك استأنف تدريباته النهارده بعد الراحه السلبيه اللي حصل عليها اللاعبين امس استعدادا لمواجهه الشرطه الكيني المقرر لها باستاد القاهره الدولي في 8 مساء يوم الجمعه المقبل في اياب دور ال 32 لبطوله كاس الكونفدراليه. طبعا خليني افكركم ان لقاء الذهاب اللي يقيم يوم السبت الماضي على ملعب نيايو الوطني بالعاصمه الكينيه نيروبي كان انتهى بفوز الزمالك بهدف دون رد سجله عبد الله السعيد. والحقيقه انه شفت على مواقع التواصل الاجتماعي ترحاب كبير جدا بعبد الله السعيد، ولانه الحقيقه الهدف كان حلو وملعوب وعرضيه او من ركنيه لنجم نادي الزمالك المتالق على مدار السنوات او المواسم الاخيره احمد سيد زيزو، ودويتو جديد في نادي الزمالك ما بين احمد سيد زيزو وعبد الله السعيد، وكانت الفرحه يمكن يعني كبيره قوي من قبل جمهور نادي الزمالك نظرا لانه عبد الله السعيد لاعب كبير طبعا ومنذ انضمامه لنادي الزمالك وبيعقد عليه امال كبيره جدا من جمهور القلعه البيضاء. ده كان تغطيتنا هنا من تلفزيون اليوم السابع عن فتوح وعن عمر فرج وعن كل ما يخص نادي الزمالك واخر ثورات نادي الزمالك. استنونا في تغطيات مختلفه على مدار اليوم، لسه في الساعات القادمه معانا اخبار تانية. خليكم معانا، اوعوا تروحوا في اي حد.